أحمد جربوح يرد على أنفولو قمر الطائي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام الدكتور أحمد جربوح بنشر العديد من الستوريات. كشف الدكتور أحمد أنه في دراما وفي حدا عمل له أنفولو، والجمهور بيتوقع أنه الدكتور أحمد جربوح كان عم يحكي عن قمر الطائي. وكشف الدكتور أحمد جربوح أنه السبب الخلاف أنه هو نسي يعزم عدة أشخاص على عيد ميلاد ابنه خلودي. شو في أخبار؟ قولوا لي، شو في قصص درامية جديدة؟ شو في ناس عاملة أنفولو؟ يا الله، المشكلة ما واحد يتفلسف يجيني بأول السنة يقول لي يلا، يقول رح نعمل حركة جديدة، حنبلش حياة جديدة. أي حياة جديدة يا حبيبي؟ ظبط حياتك القديمة أول. والفولو على الانستغرام ولا سناب شات ولا وين ما كان، مش هو اللي بيحكم علاقتي مع الإنسان. يعني إذا أنت إنسان منيح معي بالحقيقة بسلم عليك، بتسلم بأدب، بتحترم حالك بأدب، بتطلع في عيوني بتبتسم، ببتسم لك وما بنغلط على بعض. فما عندي مشكلة وما عمل لي فولو إن شاء الله على الواتساب، يعني حتى مش سناب هيك فجأة هيك تقبله هذا ما عزمني على عشوته في بيته والله نار، وتعرف حامل له أنفولو. يعني بتحمس مرات الواحد أو الشيطان بيكبر له الموضوع كتير بمخه. فأنت حتى يعني بحياتكم العادية لا تخلوا الشيطان يكبر لكم مواضيع هي كتير صغيرة فتفيت بمخكم. وإذا في إشي حسيله من بني آدم اسألوه، روح اسألوه، ابعتوا له انت ما عملت هيك عشان هيك. اذا هو زلمة، يعني هلا نحكي من ناحية الرجال، اذا هو انا عملته عشان هيك، عشان انت عملت هيك وهيك وهيك، عشان مثلا انت ما عزمتني على فرحك لانك انا ما عزمتك على فرحي لانك انت بحزني ما واسيتني ما بتحكي معاي، فشو عزمك على فرحي؟ وممكن يكون مو هيك الموضوع، ممكن يكون انا بالاساس ما عزمتك على فرحي لانه نسيتك عادي. والله يا جماعة انتم ما بكون عندكم اصحاب، هم مو اصحاب المقربين كل فترة طويلة والتانية، واذا شفتوا بعض بكون اموركم تمام، بتكونوا مبسوطين. فمرات بتكونوا حابين تعزموا كل حدا بس بتنسوا. يعني عادي البني ادم بنسى، يعني الانسان من النسيان بس.